مساء الخير، اهلا بحضراتكم مشاهدي ومتابعي تلفزيون اليوم السابع في ندوه فنيه جديده. النهارده احنا بنحتفل بصناع مسرحيه حققت نجاح كبير جدا الفتره اللي فاتت، وهي مسرحيه نوستالجيا 80 90، تاليف واخراج الفنان والنجم الكبير الاستاذ تامر عبد المنعم، وكل صناع العمل المسرحي النهارده معانا بنحتفل بيهم في اليوم السابع وبنجاحهم. والمسرحيه مكمله، يعني هي بتتعرض تاني، عشان كده بندعو كل المشاهدين اللي ما شافوش المسرحيه يتابعوا اخبارها الفتره اللي جايه ويشوفوا هي تتعرض فين عشان يشوفوها. خلينا استاذ تامر في البدايه برحب بيك طبعا، وكل الاساتذه اللي موجودين النهارده الفنانين، يعني اسم اسم، اللي انا هطلب من حضرتك في البدايه ان انت يعني تعرفنا بيهم كده، عشان انت ادرى بالاسم وبالعمل وبالشخصية اللي هو قدمها. مصرية بكر عاملة معانا دور نبيل عبيد، والأستاذ تامر الخطيب عامل معانا دور الصبي بتاع نبيل عبيد، مش هقول اسمه، في الراقصة والسياسي. وطبعا محمود عبد محمود العزازي صديقي وحبيبي، اللي عامل الزعيم عادل إمام وعامل قلق على السوشيال ميديا. الأستاذ إسلام عباس هو مكير العمل، وفي نفس الوقت بيعمل دور فؤاد المهندس. والمهندس محمد جابر مهندس الديكور بتاع العمل، وكلهم اخواتي واصحابي، وفي ناس لسه هتيجي يعني. خلينا ابدا الاول اسال حضرتك عن فكره انك تعمل مسرحيه تستدعي فيها الاعمال الفنيه اللي اتقدمت في فتره الثمانينات والتسعينات، واختيارك للاعمال دي بالتحديد، والفكره جت عندك ازاي وبدات منين ونفذتها ازاي، يعني كلمنا اكتر عن بدايه المشروع. يعني هو الحقيقه في اكتر من محور. المحور الاولاني ان انا كنت عايز لما توليت الشؤون الفنيه عايز اعرف ايه اللي هيجيب الجمهور، ان انا متاكد ان الجمهور مش لاقي حته يروحها يشوف فيها حاجه على كيفه، او خلينا نتكلم بالبلدي حاجه تعمله يعني تعدل مزاجه كده وتعليه. فكانت الفكره الاولانيه ان انا اعمل حفلات بالفرق اللي معايا، ان انا عندي فرق موسيقى محترمه جدا منها الفرقه المصريه، والحقيقه بوجه شكري للمايسترو الدكتور مازن دراز اللي عارف ان هو يرتقي بيها ويخليها فرقه في مهرجان القلعه، وفرقه ممكن تشارك في مهرجانات كبيره زي الموسيقى العربية أو ما شابه ذلك من مهرجانات. وبدأت أعمل حفلة الخميس الأخير من كل شهر، والخميس الأخير من كل شهر كانت مرتبطة بأم كلثوم. فعملت حفلة اسمها كوكب الشرق أم كلثوم، وعملنا دعايتنا اللي هي العادية اللي هي بسيطة خالص، لأن مفيش بند للدعاية، وفوجئت إن المسرح امتلأ عن آخره. مش مهم المسرح يتملي عن اخره، المهم المسرح يفضل مكمل الساعتين مليان ويسقف ويخرج مبسوط. ده اللي انا اتعلمته في حياتي في المسارح، يعني ان انا اشتغلت في اكبر فرقه في الوطن العربي اسمها الفنانين المتحدين، واشتغلت مع اكبر نجم في العالم العربي اسمه عادل امام. فكنت بشوف الراجل ده بيعمل ايه، هو مش هدفه انه يملى، هو هدفه الحاله اللي موجوده طول الوقت والشكل بتاع الجمهور عامل ازاي. كان يقعد قدام مونيتور كده يشوف الجمهور وهو داخل ويشوف الجمهور وهو خارج. طبعا انا ما كانش عندي مونيتور في الحفله دي، فكنت انا موجود وهم داخلين لقيتهم كتار جدا، وبعدين وهم خارجين لقيتهم مبسوطين جدا، مبسوطين لعده عوامل. اولا خدوا وجبه فنيه محترمه ودسمه، سمعوا اغاني كانوا بيرددوها ان كلنا حافظين انت عمري، وكلنا حافظين يعني كل الاغاني العظيمه بتاعت ام كلثوم. نمره اتنين، هم وجدوا ادميه في المكان. مهم قوي ان يبقى في عنصر الادميه في المكان، بمعنى ان في تكييف، في كرسي فوتيه محترم، في اجواء مسرحيه مظبوطه، ما احناش بنعمل قاعة كده ويلا هو ده مسرح. في إضاءة صح، في شو بيتعرض في توقيته، وفي تواليت نظيف، في كافيتيريا بتقدم خدمة، وفي ناس مبتسمة في وشك. وكل ده بيقدمه لك الهيئة العامة لأصول الثقافة، بتقدمه لك ببلاش. حتى الناس بتخش تقول لك فين شباك التذاكر؟ لا يا عم، احنا الثقافة الجماهيرية ببلاش. ف
فبدأت الجمهور، وهنا بقى الدعاية الحقيقية، ان الجمهور يحكي. فلما جت حفلة العندليب عبد الحليم حافظ الشهر اللي بعده، كلمت العزازي وقلت له عزازي انا عاوزك تعمل عبد الحليم. فضل يصوت في التليفون وجالي، انا عبد الحليم ده اصابني بلعنة، عبد الحليم ده بهدني والناس فاكراني عبد الحليم، يا عم اهدى بالله بس وربنا يكرمك، اسمع مني ده انا هنزلك بتليفريك. جالي فكره كده بالليل ان انا عايز انزل تليفريك في ناديه لطفي وعبد الحليم في اول الجو يغني لها جانا الهوى. قال لي بجد؟ قلت له اه. قال لي طب هتشغلني في حاجات غير عبد الحليم بعد كده؟ قلت له اه. دي اهم حاجه عشان ما اقدرش عبد الحليم بس. فكلمت جابر قلت له انا عايزك بقى تعدي لي التليفريك من فوق دماغ الجمهور. حتى مراتي كانت جنبي سامع المكالمة فبصت لي، فقلت لها مالك؟ وقالت لي انت مجنون، هتعدي ايه تليفريك؟ ايه اللي هيعدي من فوق والراجل اللي بيرد عليك ده بيقول لك اه ده منافق، خلي بالك هتموت الناس، وكمان في ناديه لطفي وعبد الحليم يعني تقيل. المهم قال لي لا انا هعديه بالعرض، مش هعديه كده ان ما عندناش ارتفاع. طب شعلق لي ميرفت امين وعبد الحليم في خليل القلب، واعمل لي الشاشات كلها تبقى نجوم، ونعمل محاكاه للمشهد. طب ادخل لي مركب بيقدف احمد رمزي وهو معاه بيغني انا لك على طول، وعايش شرفه فيها باليرينا كده لطيفه تقوم بدور ايمان، ونعمل الموج بتاع البحر. فضلنا نحلم، والحقيقه ان انا معايا مهندس ديكور كبير حقق لي احلامي، وعملنا استعراض اسمه قاضي البلاج، وفوجئنا ان الجمهور في الطرقات بقى مش مالا بس الكراسي، لا بقى في ناس على الارض، وطلبوا إعادة العرض. رحنا اسكندرية فكان مسمع، والحياة خدته ونزلته عندها على الشاشة، والإتقان بتاع العزازي مع هي كانت عاملة نادية لطفي، وكان في غيرها عامل شادية وكده، وإسلام طبعا رسم الشخصيات بالمكياج الحلو. فالناس بقت شايفة شغل غريب جدا عليها وكمان ببلاش. فبدأ بقى ان حفلة عبد الوهاب تيجي فيبقى الحكاية ماشية. طيب الناس دي عاوزة ابهار وعاوزة حاجة حلوة، وعندهم الاستعداد الكامل ان هم يدعموك. طب تعالوا نعمل بقى نوستالجيا 80-90، نستدعي مرحلة مهمة جدا اللي هي فترة الثمانينات والتسعينات. فرجعنا ل حقبة الثمانينات دي اللي بتحمل، قلت لك في ايامها وساعتها والثواني بتاعتها ودقائقها اسماء عظيمه جدا. يعني معلش اقطع، النجاح الاولاني بتاع ام كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم هو اللي الناس عاوزه ذوق بقى. تجي لك بقى فكره 80 سنة. الناس عاوزه حاجه، الناس مزواقه بتسمع ام كلثوم، بتسمع عبد الحليم، بتسمع عملنا حفلة أعياد الربيع فريد الأطرش عمال لي، وبرضه هو عمال لي فريد الأطرش على المسرح، الناس بتسمع ومبسوطة. طب أنا ليه بقى ما تدوسش على ده؟